السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لموضوع المخزون، بقي لنا جزئية بسيطة في عنصر المخزون في برنامج بي تيو تري لابد أن تعلمها. طبعا احنا انهينا المرحلة الأساسية وهي مرحلة إدخال البيانات الأساسية للمخزون، لكن الأوبشنز التانية دي اللي هي الانفنتوري ادجستمنتس اللي هي جرد المخزون، وده العملية دي بتتم في آخر السنة. طبعا فضلت ان انا اشرحها مع المخزون عشان نكون انتهينا من المخزون تماما. هنروح للقسم الانفنتوري من في النافيجيشن ايدز، ثم هنختار قسم انفنتوري. هتلاحظ معايا ان انت ممكن تلاقيها ايضا في التاسكس، وهندور على الانفنتوري ادجستمنت. انفنتوري ادجستمنت اللي هي تسوية المخزون او التعديل على رصيد المخزون. ليه بقى بنقوم بهذه العملية اللي هي طبعا في محاسبتنا اللي هي العجز الحادث في المخزون؟ يعني لو عندي من وحدة معينة 20 وحدة في على البرنامج، مقيد ان موجود 20 وحدة، لكن انا لما جيت اجرد المخازن وجدت ان هم على سبيل المثال 18 وحدة او خلافه، لازم نقيد ده ونثبته هنا. بنفتح هذه الصفحة وبنختار العنصر اللي انا عملت له عملية جرد، على سبيل المثال نختار ديل بنتيوم 4. هنا البرنامج اوتوماتيك ادخل بياناته، قال لي اسمه ديل بنتيوم 4، التاريخ بتاعنا اهو، دخل ريفرنس للعملية، الجوب مركز التكلفة المرتبط بيه، جي ال سورس اكونت اللي هو الحساب اللي باجي انا اللي هو الكوست اوف سيلز اللي هيتحمل بيه عملية النقص. هنا محملينه على الكوست اوف سيلز اللي هي تكلفة البضاعة المباعة. اليونت كوست كانت 1000 جنيه لسعر الوحدة. قال لي موجود عندك كوانتيتي اون هاند، الكمية الموجودة في المخزن في 200 وحدة. انت لما جيت جرت لاحظت ان موجود مثلا 198 وحدة، اي ان هناك وحدتين او منتجين من الديل بنتيوم 4 ناقصين. طبعا لو في ناقص بتقوم حضرتك حاطط في الادجست كوانتيتي باي، بحط ناقص 2 على اساس ان هناك وحدتين ناقصين من المخازن، وبتكتب هنا السبب وبتحمل النقص ده على اي حساب من الحسابات الموجودة في المنشأة، وطبعا نيو عشان تنشئ عملية جديدة، وسيف عشان تسيف العملية الموجودة الآن، بعد كده نيو، وبتبدأ تعمل ادجستمنت أخرى. وبكده تكون فهمت معظم الأوبشن الموجودة في الانفنتوري. عندي أيضا ايتم برايسز اللي بتتحكم في أسعار المنتجات كلها، لما ضغطت عليها طبعا نقول كنسل عشان نرجع تاني. لاحظ معايا إن الشريط ده بيظهر من اللي ممكن يختفي او يظهر عن طريق الاوبشنز، ثم تختار الامر فيو طبعا كاستوم تول بار او التخفيه اللي هو الشريط اللي تحت ده، لكن النافيجيشن ايدز نفسها هي الشريط الموجود في المخزون والانفنتوري والبورشيس هكذا. لاحظ معايا اللي بيحصل، فيو نافيجيشن ايدز بيختفي وبيظهر، لكن الشريط اللي فوق اللي هو الكاستوم بار ده بيظهر اللي هو مصاحب للنافيجيشن ايدز. نختار الانفنتوري عشان نرجع تاني، ونختار الايتم برايسز اللي هي اسعار الايتمز كلها، ممكن اجيبها من المنتين وايضا، ونختار ايتم برايسز. هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل عملية فلترة للمنتجات اللي انت هتقوم بتعديل الاسعار بتاعتها، هل انت تختار مثلا الايتم كلاس نوع الايتم ده، هل انت محتاج ايكوال تو يساوي، عايز مثلا لو عايز تعمل عملية ادجستمنت لاسعار كل الستوك فبتختار ستوك، لاسعار كل السيريالايز ستوك فبتختار كل السيريالايز ستوك، وهكذا لكل الاسمبلي لكل الكذا وكل السيرفيس او خلافه، الا انك ممكن تختار طبعا اول تعمل تعديل الاسعار كلهم. ممكن تعمل تعديل بفلتره بالاي دي، فلتره بالتايب، فلتره بالبريفيرد فيندر، وهكذا. انا هسيب طبعا كله اول اوكي، ونقول اوكي. هنا بيفتح لي شاشه التعديل بتاعه الاسعار. حضرتك عايز تعدل في السعر برايس ليفل 1 طبعا اللي هو الخط ده، اللي هو طبعا ممكن تدخل السعر بايدك اوتوماتيك،
طبعا لو جيت عايز تعدل في سعر معين، ممكن بتحدد السعر من هنا وبتبدأ تعمل عملية calculation. طبعا مش عفوا بتحدد، يعني هنا انا لو عايز احدد في السعر رقم نمبر 1 بسيب عليه تشيك وبلغي كل تشيك على جميع الاسعار. لو انا عايز اعدل في السعر نمبر 1 فقط الليفل 1، فبعمل تشيك على الليفل 1 بس وبلغي جميع التشيك الموجودة على باقي الاسعار. وهنا بقول له اعمل لي في الليفل، في البرايس ليفل 1 ده اعمل لي فيه عملية استعمل current price و increase by amount. طبعا درسناها في الايتم، في اضافة الايتمز حط لي عليه amount 100 مثلا. طبعا مش هيظهر الاصل اللي مضغط على الزر recalculate، فبيظل لي طبعا كانت 1600 بقت 1700. وهكذا حضرتك تقدر تعدل في اسعار جميع المنتجات بامر واحد في الليفل 1 او الليفل 2 او خلافه، وبتضغط على سيف وكلوز بعد ما تكون عدلت في اسعار جميع المنتجات. طبعا باقي لك في نقطة الانفنتوري، التقارير او الريبورتس. وطبعا الريبورتس عديدة جدا، ولو جينا نشرحها يعني بتاخد وقت طويل جدا لسبب ان هي موجود فيها يعني متفرعة كتير جدا. وانا اقترح انك بتفتح الريبورت بتشوف معطياته، انا يعني لحد ما تركز على ريبورتس معينة انت بتحب تخرجها دايما، لان هي كتيرة جدا. اختار مثلا حاجة زي الايتم ليست، بيظهر ليستة بجميع الايتمز الموجودة عندي في البرنامج، الايتم اي دي، الايتم ديسكريبشن، الايتم كلاس اكتف ولا غير اكتف، والايتم تايب، والكمية المتاحة منه وخلافه. ممكن تصدره على الاكسل وتتعامل معاه بسهولة. ايضا بعد ما تفهمنا الانفنتوري فاضل لنا باقي لنا التعامل مع الديفولت انفورميشن الخاصة بالانفنتوري، ودي حاجة انا باذن الله ما اجلها لحين انتهى من التاسكس. اللي عايز احطه في اعتبارك ان احنا ممكن نراجع حالا على انفنتوري ايتمز كلها، اخذنا الستوك، اخذنا الماستر ستوك، عرفنا الستوك هي البضاعة الملموسة اللي بتوضع في المخازن، الماستر ستوك هي البضاعة اللي لها اكتر من صفة، اللي برضك انا عايزك الاسمبلي، البضاعة المجمعة في المصانع، الاكتيفيتي والتشارج الخاصين بالتعامل مع التايم اند بيلينج، دي خدمة بنقدمها كخدمة رئيسية ودي خدمة مصاحبة لها، دي بنحاسب عليها بالساعة ودي مش بالساعة، دي بالخدمة ذات نفسها بعدد مرات أداء هذه الخدمة. وبإذن الله نلتقي.